قال مندوب مصر الدائم لدى مقر الأمم المتحدة في جنيف السفير علاء يوسف إن بعض الدول والمنظمات تنشر بيانات مكررة تتضمن ادعاءات ومزاعم مرسلة حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر. وأعرب مندوب مصر لدى الأمم المتحدة في جنيف عن رفض مثل هذه البيانات لما فيها من مغالطات ومحاولة لتسييس عمل مجلس حقوق الإنسان من خلال استغلال بنوده لتلقين الدروس وممارسة الضغوط على الدول الأعضاء بشكل يسمم روح التعاون والحوار داخل المجلس ويدفع الدول إلى التراشق بالبيانات.